Et le fait qu'on ait retiré l'ambassadeur, c'est autre chose. C'est autre chose. Hna, احتراما للقانون الدولي واحتراما للأمم المتحدة واحتراما لمجلس الأمن الدولي لدولة فرنسا هي عضو دائم في مجلس الأمن عندها حق النقد وحق الرسالة تمشي اليوم أنت تعلن أمام الملأ باللي راك موافق الحكم الذاتي بينما الملف راه في لجنة تصفية الاستعمار تاع مجلس الأمن اللي أنت عضو فيها. واش هذه دو بوا دو مازور واش معناتها؟ احنا سي بور سا. المفروض أنت تدافع على مجلس الأمن أكثر من اللي ندافعوا عليه احنا. أما مساعدة المخزن في الاستيلاء على الصحراء الغربية هذا شيء عارفينه من زمان احنا ما حتى الحكم الذاتي فكرة فرنساوية ماهيش فكرة مغربية. ما نذكرش الرئيس اللي جبدها ودافعوا عليها ولكن انت راك عضو دائم في مجلس الامم المتحده في مجلس الامن تسعى للسلم في مجلس الامن هو باش يحمي السلم في العالم تخترقوا انت الاول من جهه دير لي هذه ومن جهه اخرى وزير يقول لنا نمشيو نستثمروا في الصحراء الغربيه والاخر كذا انا شوية احترام شوية قدر للهيئات الأممية شوية قدر لهذه احنا ندعي التي هي أحسن لا مين نرسل اللي دارتها الأمم المتحدة على واش باش تشوف التجارة دارتها باش تحمي الصحراويين من التعسف مصاريف تاع الأمم المتحدة ولا مين نرسل ومبعوث شخصي تاع أمين العام الأمم المتحدة للصحراء الغربية تجي انت كاع هادشي تضربو بكف وتقول انا نعترف